دكتور علي، النهارده بنحتفل بوجود او بحصاد القمح. خلينا النهارده واحنا في 2024، في 2014 من 10 سنين كان ال ال الهدر من القمح في الشوان وصل لغايه فين؟ والنهارده القمح، انا بتكلم على القمح بس، وصلنا فيه لغايه فين؟ بص حضرتك، لما نتكلم في 2014 وكانت عندنا منظومه الشوان، كانت منظومه شوان ترابيه تنمره واحد. شوان ترابيه اللي يعني ومعرضه للهواء، والعصافير بتاكل، والطين بيتخلط بالقمح، كل هذا الكلام كان موجود. وكان في الوقت ده احنا بنتكلم في انتاج مثلا حوالي 6 مليون 7 مليون طن، الانتاج الكلي اللي بتورد منهم حوالي 2.5 مليون طن للدوله للتموين، هم دول كانوا موجودين. ولكن احنا كنا بنستورد فوق مثلا 6 مليون طن، ده الكلام سنه 2014 او 7 مليون طن. بعدها ب 10 سنين النهارده بقى دخلت مع بدايه سياده الرئيس، تحركنا في اتجاهين، اتجاه منظومه تحديث الشوان وتحولت الى شوان اسمنتيه وتخزين تحت، وفي نفس الوقت عمل هناجر وقفل، فبالتالي انت كده حافظت على المحصول، لا في فقد ولا في سرقه. وبقول لك كان الفقد النهارده كان فوق ال 25%، وكنت بتسيب القمح المصري بتاعك فوق ال 25%. كان في فقد 15%. النهارده انت عملتي عملنا قلنا المنظومه الاولانيه، احنا عملنا مجموعه ايه؟ الشوان الاسمنتيه والهناجر، ثم ركزنا في موضوع الصوامع التخزينيه اللي هي الاساسيه اللي هي السايلز اللي هي. فطبعا يمكن كان في مشروع كبير اتعمل مع دوله الامارات في الجزء الاولاني سنه 2014 و2015، يتعمل حوالي طاقه تخزينيه تعدت المليون طن بمجموعه صور، وانتشرت مجموعه الصوامع التخزينيه دي فين؟ على كل محافظات الجمهوريه. بقت في هنا تخزين، الهدف ان احنا نصل الى قدره تخزينيه، وصلنا لقدره تخزينيه حوالي 6 مليون طن، لكن احنا محتاجين نوصل الى 10 او 12 مليون طن في المستقبل. فهذا برنامج شغال لانشاء مجموعه الصوامع، غير الصوامع اللي كانت موجوده في المواني يعني. النهارده تشكي هتلاقي فيها صوامع للتخزين، هتلاقي في شرق الهوينات، هتلاقي في مشروع مستقبل مصر، هتلاقي في النوبريه. فانت مجموعه الصوامع دي بقدرات فوق ال 250 الف طن لكل صومعه موجوده في هذه الاماكن. فاحنا النهارده بقى عندنا طاقه تخزينيه، فبالتالي مستويات الفقد خلاص لم تتعدى اكتر من 5% في الشيل او النقل او الكلام ده، وانت كده وصلت المعدلات الطبيعيه. فلما نتكلم في محصول استراتيجي زي محصول القمح، انت النهارده كنت فين وبقيت فين؟ النهارده لما بتكلم على محصول القمح، انا بتكلم احنا كنا بنستورد قد ايه يا فندم وبقينا نستورد؟ ما انا بقول لسيادتك اهو، احنا بنستورد، هتلاقي الارقام متباينه. المفروض وزاره التموين لها نسبه في الاستيراد، ثم القطاع الخاص له نسبه في الاستيراد. وزاره التموين بتستورد من 8 ل 9 مليون احنا استهلاكنا قد ايه مبدئيا يا فندم؟ بص، هو دي الازمه. احنا لما بنقول احنا بنستهلك، مصر محتاجه ما حوالي مثلا 16 او 17 مليون طن قمح. احنا بننتج قد ايه دلوقتي طبقا للايه؟ لاحتياجات الافراد الغير مرشده. النهارده اعلى معدلات استهلاك للقمح في العالم هم المصري، يعني الشعب المصري، احنا فوق ال 180 كيلو جرام للمواطن. المتوسط العالمي مثلا 120، فرنسا 85 كيلو جرام في السنه. فانت شوف انت فين. فانت لما هنا يبقى انت محتاجه فعلا ال 18.5 مليون طن. انت بتنتجي كام؟ احنا بننتج، كنا بننتج مثلا 9 مليون طن، المفروض ان احنا نصل الى 12 او 13 مليون طن. ولو عملنا خلط هنبقى في الاخر عندنا ال 15 مليون طن، فنقدر نعمل عمليات الاكتفاء الذاتي بالنسبه لرغيف الخبز، وده الجزء الاساسي في الامن الغذائي المصري. سائد عندنا ان احنا لو بدانا ندخل القمح الديورام او القمح الجاف الصلب وتصدره، اللي هو بتاع المكرونه، هنجيب مكانه قمح طري يعني بنظام التبادل، ده هيقدر يقفل لي جزء كمان من الجاف. لكن الامور احنا في الحاله دي احنا ايه؟ احنا فين؟